باشرت اليوم في ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية، حدثنا عن هذا الملعب ومراحل العمل فيه حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية شكرا لك ولقناتكم المحترمة. الحقيقة هذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية لصندوق عمارة ذي قار. ملعب الإدارة المحلية اللي هو ساعتها تم تعديلها من 10 إلى 17 ألف متفرج، الآن الشركة التركية أورجو جلوب جاء تشتغل، وحاليا جاء نلاحظ من خلال متابعتنا إلها بدأت العمل بوتيرة متصاعدة، عمل حاليا بالفاونديشن، بدأوا يشتغلون أيضا عملية دق الركائز المبايلات، حاليا جاي مستمرين بها من أجل إكمال هذا الفاونديشن المراحل، يعني المرحلة الأولى والثانية والثالثة، يعني لغرض إعداد الهياكل الحديدية مستقبلا إن شاء الله. هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع في صندوق عمارة ذي قار، وأيضا هناك متابعة حقيقية من لدى الأمين العام الدكتور حميد غزي بضرورة إنجاز هذا المشروع ضمن الفترة المحددة إليه. الشركة أوعدتنا أنه إن شاء الله قبل الفترة المحددة راح يكون إنجاز لهذا المشروع إن شاء الله. كم هي المدة المحددة؟ المدة المحددة هي 700 يوم. الشركة أوعدتنا أنه خلال 500 يوم إن شاء الله يتم إنجاز هذا المشروع. هذه المراحل الحالية كم تمثل من نسب الإنجاز؟ يعني تقريبا نقول 10%، يعني لأن تعرف هذا المشروع تأخر باستلام الموقع، وأيضا هناك مشاكل صارت تقريبا عشائرية وغيرها في منع الشركة في المباشرة بالعمل، لكن بعد أن تم حل هذه المشاكل باشرت قبل حوالي أكثر من شهر، وعملهم حاليا حسب الفترة اللي باشروا بها عمل جيد حقيقة. نحن الآن في موقع ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية، الحمد لله والشكر نحن في أعمال الأسس، وأعمال الأسس حاليا احنا في طور إن شاء الله، إن شاء الله عندنا نسبة إنجاز ما يعادل بالرنج الأول، راح نكمل إن شاء الله يوم الاثنين القادم الرنج الأول، وعندنا أعمال الطرق بالرنج الثالث تقريبا لحد الآن 160 ركيزة، احنا طرقنا من مجموعة 400 ركيزة، عندنا أمل الخميس القادم راح يتم إنجاز كافة الركائز، راح نطرق كافة الركائز، نشتغل مطرقتين ليلا نهارا إن شاء الله على مود هم نتفادى إزعاج المواطنين، وهم على مود نخلص العمل بالسرعة الممكنة. احنا حاليا الوقت ما يهمنا، يهمنا الإنجازات. يوم الاثنين القادم راح نصب بمعدل 600 مكعب، راح نصب بقية الشريط الأول من الأسس، وبعدها كادر التسليح بدأ حاليا يفصل الحديد الخاص اللي يخص الشريط الثاني. يعني نتأمل إن شاء الله من الآن مدة شهر نخلص كل أعمال البنى التحتية، وإن شاء الله نكون بالمرحلة القادمة ننتظر المواد اللي راح تجينا ونركب قطع البريكاست اللي هي مصنعة مسبقاً.